الكأس الممتازة بين اتحاد العاصمة والأهلي المصري. نمروا للمنافسة القارية دائما ونادي شباب بلوزداد الذي تنقل اليوم إلى سيراليون صباحة اليوم إلى سيراليون من أجل مواجهة بورونجرز السيراليوني، هذا الفريق اللي فاز عليه شباب بلوزداد العام الماضي في هنا بسطيف 3-0 و0-0 في سيراليون في هذا الدور الأول. رشيد، كيف ترى حدود شباب بلوزداد؟ هل هي مباراة شكلية أمام بورونجرز السيراليون؟ نظن باللي سيراليون يعني الفرق نشوفوا يعني كرة القدم تاع سيراليون ماهيش متألقة في إفريقيا، لا نجلب المستوى الفريق الوطني ولا الفرق. نظن شباب بلوزداد ما راحش يكون عنده صعوبات باش يجوج هذا التور كما تفضلت وقلت شكلي، لكن الحذر مطلوب لأن إفريقيا راك تعرف كاس كانو جيزاف، الحذر مطلوب وإن شاء الله يروحوا يديروا نتيجة تماك، خاصة أن مباراة العودة ستكون في وهران رسميا في وهران. لا قبيل سمعت كومونيكي قال كيقدروا يلعبوا في 5 جوي هي قال لك اختاروا مولودي اختاروا ملعب وهران، لكن بعد ان شاء الله قال لك ولا فتح 5 جوي يقدروا يوليو على كل حال ما يلعبوش برك في رويبة كما صارت الجمعة تشلف، ماهوش ملعب ماهيش أرضية صالحة. ان شاء الله شباب بلوزداد يتجاوزوا، خاصة أن شباب بلوزداد بعد الهم الكم الهائل اللي جابوا من لاعبين نوصلوا للميركاتو بعد قليل راني حابين يروحوا بعيد لرابطة الأبطال سمير سيربي في تنقله إلى سيراليون، الذهاب هناك والعودة بعد 15 يوم. نظن أن ما راناش أمام فرص متكافئة، سيربي فافوري سيرتو زادو رونفورسا أونكور بلوس ليكيب. أنا بور موا سي أون فورماليتي، فو جوست ramener un bon résultat et concrétiser نكمل هنا في الجي ولا في وهران اون فيرا، مي جو بونس سي ار بي الفاسكاليفي لي بول ماشي حاجه صعيبه. علي بن شيخ، سي ار بي مع الفريق السيراليوني هذا، هل شباب بلوزداد امام عنده حظوظ وافره للعوده بنتيجه ايجابيه من هناك؟ انا جو بونس سيراليون ينجموا يجيبوا ريزلتا، سيراليون ماشي واش فريق اللي فازوا عليه العام اللي فات. دونك جو بونس كي يجيبوا ريزلتا نظن يربحوا ليه وهنا في الجزائر، دونك يجوزوا. اللعب في وهران او 5 جويه سيكون كيف احسن كيف من كيف من رويبا، الشلف بعثوه من رويبا. رويبا ماشي ملعب، رويبا ماهوش ملعب. قبل اللقاء كي قرروا يلعبوا في رويبا كاع لي دودان ماشي ملعب رويبا، غير يرازيو هذاك الاخر ويعاودوا له من دار وجديد ولا يديروه تيران دونتريمون واعر هذاك. ماشي تيران دونتريمون يديروا له واسمه تيران ابريد كيما في الخلاصه. يعاودوه باسكو ماشي ملعب هذاك.